فعندما قام فرعون مصر بمطاردة موسى عليه السلام، تقول بعض الروايات أنه كان معه من الجنود ما يقارب 1,000,000 جندي. كانت مصر القديمة متقدمة، وإن كنا يعني نرصد ملمح من ملامح الطاغوت والديكتاتورية في مصر، إلا أن هذا يشي وينم على أن الجيش المصري قديما كان قويا وكان منظما وكان يحمي حدود الدولة، حافظ عليها، لم تختلط بقعة من أي أرض غير مصرية بالأرض المصرية، بفضل الله أولا وفضل الجيش المصري عبر العصور والأزمان. الأصدقاء والصديقات، وفي وقفتنا الأسبوع مع الدكتور بسام الشماع كاتب المصريات والمؤرخ الأثري، نتوقف مع بعض ملامح تاريخنا العريق وتاريخ الحضارة المصرية. أستاذ بسام، برحب بك. صباح الخير عليكم وصباح النصر على مصر. صباح الخير وصباح النصر على مصر، وان شاء الله يعني ذكرى اكتوبر تمر علينا دايما ونحن يعني رافعين الهامات وسعداء متذكرين هذا الانجاز العظيم. لكن صحيح الجيش المصري حافظ على حدود الارض المصرية ولم تختلط يعني حبة رمل واحدة بالمصر باي ارض اخرى على مدى 7,000 عام. الحقيقة الجيش المصري انت كحضارة وكأمة مصرية، حضرتك قلت جذورها بتضرب في العمق والعميق لأي تاريخ حضارات. انت اول صاحب جيش نظامي وتكتيك عسكري واستراتيجية في الحروب والمنازلات العسكرية بالنصوص، بل تفوق المصري بقى في عملية الدوكيومنتيشن او التوثيق لهذه المعارك بالشرح بالنصوص، وكمان الغريب في الموضوع انك ممكن تطلع من مناظر حربية ومنازلات عسكرية زي المناظر الحربية اللي نحتها المصر العظيم في مدينة هابو بالبر الغربي من الاقصر، او على الاسرح في معابد الكرنك والاقصر وغيرها، تقدر تطلع المنظر بتاع المعركة 3D، او لو تحب كمان فيجوال، لدرجة ان المكتبة مكتبة الاسكندرية وافق مع كازنات ان هم يعملوا المعركة البحرية وبعيد تاني البحرية ما بين البحرية المصرية القديمة ايام رمسيس الثالث وشعوب البحر، وشعوب البحر كانوا كونفدرالية من بحر ايجا ومن العديد من جزر البحر المتوسط، وكانوا شداد البأس، وكانوا صعب جدا ان انت تعرف تغلبهم لان هم كانوا اوريدي احتلوا العديد من الاماكن ومن الامم والحضارات، كانوا اقوياء جدا وكان لهم باع كبير في الاساطيل، ولكن المصري لم يكن فقط بطل في نهر النيل، ولم يكن فقط كما يعطي بعض الافكار والافلام وكذا انه كان فقط يعيش نهر النيل، ولكنه برع في البحار ايضا، وكانت معركة حامية الوطيس لدرجة ان هم هيطلعوا من المناظر المنحوتة الحركة وتحركات البحرية لهذا الحد. كان عندك دقة من فوق ال 1150-1180 قبل الميلاد، يعني 3000 سنوي، كان عندك دقة في توثيق هذه المعارك، خصوصا ان الجيش المصري والحكومة المصرية القديمة، انت اول حكومة في العالم مركزية زي ما هو معروف. خلي بال حضرتك انه التوثيق الجيد اللي حضرتك بتشير اليه ده والتوثيق الممتاز يعني ربما استفادت به الاجيال الحديثة في التفاوض في كامب ديفيد، لانه لما كان هناك في خلاف في اسرائيل ما بين مصر واسرائيل على الحدود ما بعد 67 في اتفاقية السلام، كانت هذه التوثيقات القديمة كانت يعني منصفة للحق المصري بشكل كبير جدا، وربما يعني كان هذا التوثيق سبب في صيانة الحدود المصرية دونا عن بقية حدود العالم. انا ما يعني احسنت عندما قلت حد او حدود، لأن أيضا المصري القديم هو أول من وضع كلمة في الهيروغليفية لحدود، بل إن الملك كان يجلس مع ابن ولي العهد ويقول له عزز حدودك، ده نص مصري قديم من فوق 4,000 سنة
بيقول لابنه اللي هيمسك الحكم من بعده ان كان هناك توريث في الحكم في مصر القديمة الا فيما نظر. نجد الملك قاعد مع ابنه بيديله مواعظ وبيديله النصائح، بيقول له عزز حدودك وقوي قلاعك واعمل بينهم، يعني وصل ما بين القلاع وبعديها. عندنا هذا الرجل العظيم في مصر القديمة، دي في ناس كتير ما تعرفش اسمه، اسمه حوري. حوري ده كتب بيقول ان الضابط في الجيش لازم ضروري ان يكون الضابط متمكنا من، بص بقى يا استاذ حاتم اسمعوا يا مصريين، جدك الكبير كان بيقول لازم الضابط في الجيش يكون متمكن من ايه؟ واحد، فن المراسلات الرسمية. اثنين، يكون على اعلى مستوى، هكذا يقول النص المصري القديم، وان يكون على اعلى مستوى في علوم الجغرافيا. يبقى الجندي اللي بيحارب في سيناء، الجندي اللي بيحارب في ممالك اسيا في مصر القديمة او في الشرق او الغرب او الجنوب او حتى في البحر المتوسط، لان الرسائل المتبادلة لابد ان تكون من الدقة بحيث يعني لا يختلط فيها معنى بمعنى، فضلا عن يعني بروتوكول ما بين القوات. يعني ما فيهاش مخاطرة دي يا استاذ حاتم، يعني لو في كلمة راحت او حرف وقع ما فيهاش مخاطرة، ده انت في حالة حرب. صحيح. ايضا علوم الجغرافيا، ان انت تعرف تضاريس بلدك، انك تعرف منين العدو ممكن يستخبى ورا جبل او جوه كهف، وده على فكرة حصل في المعركة الشهيرة في قادش اللي انا بقارنها تملي بمعركة 6 اكتوبر 73 العظيمة في كثير من اشكالها. معركة قادش بين الجيش المصري بقيادة الملك رمسيس الثاني، لان القائد الاعلى للجيش الامريكي، لكن انا اسف معلش، انا كنت قرات انه علم البانكتويشن او الترقيم ده قديم قدم المصري، هل الكلام ده صحيح ولا انا؟ المصري القديم كان بيحط ارقام في الجيش وبيحط في، علشان انت لازم تشوف المسافات اللي انت هتاخدها لغايه لما توصل لشمال سوريا مثلا، حيث قادش مثلا، او مجدو هذه المعركه الرومانيه. لا انا اتكلم على المراسلات، انه علامات الترقيم، علامه الاستفهام، علامه التعجب، النقطتين. لا دي لم يعني لم اجدها في الهيروغليفيات على حد علمي المتواضع جدا في الهيروغليف. هنرجع تاني لموضوع علوم الجغرافيا. عندنا في معركه مجدو في فلسطين العظيمه الابيه، يعني فك الله اسرها ان شاء الله، حاجة عجيبة جدا يا حاج، وجدنا ان الملك جحفمس الثالث اللي احنا بنسميه تحتمس الثالث، وهو اكبر جنراليسيمو كما يطلق عليه في الغرب، يعني اكبر جنرال في تاريخنا. وبالمناسبة حروب وحملات العسكرية التأديبية ولإطفاء الثورات والتمردات اللي عملتها بعض الدول اللي كانت تحت القيادة المصرية في آسيا وغيرها، قام جحطمس الثالث ب 17 حملة عسكرية تم توثيقها مرة تانية يا أستاذ حاتم، وتم توثيق انتصاراته في معابد الكرنك بالحرف. وإذ بنا نفاجأ بأن جحطمس الثالث ما بيخسرش معركة، جحطمس الثالث والجيش المصري 17 عسكرية فاز بيهم جميعا. العجيب بقى ان المستشارين بتوع جحطمس الثالث قالوا له هو رايح مجده، لان مجده دي خد بالك قلعه وجارسن صعب جدا ان انت تقدر تطلع التل، حاجه كده يعني زي ما كانوا بيقولوا لنا على خط بارليف الفاشل اللي هو كان مكون من 16 حصن من بورفؤاد لبورتوفي على مواجهه 160 كيلو. نعم. فانت بتتكلم على حاجات صعبه الميراث جدا. فعشان يوصل مجده المستشارين بتوعه قالوا له نلف ناخده الطريق العادي. قال لهم لا، هناخده الهيد لونج، دي استراتيجيه اخذوها من قوات عسكريين كتير، يعني حتى في مقارنه عملها مؤلف ما بين خطة جحطمس الثالث وخطة الليمبي، يعني لما الليمبي حب يخش فلسطين وسوريا في الحرب العالمية الأولى، قيل أنه في مقارنة بين خطة جحطمس الثالث
وما بين الليمبي. يعني الاستراتيجيات الحديثه ايضا اخذت من الحضاره المصريه القديمه يعني في خطه الحرب. يعني في علماء بيقارنوا المقارنه دي وبيوازوا الموازيه دي بخطه الليمبي الغازي الدموي القاسي، وهو الليمبي بالمناسبه وليس الليمبي زي ما احنا بنقوله دلوقتي، هو بالالف. المهم ان قال لهم لا، انا هخش هاد لونج، هخش ستريت، هخش بخط مستقيم. استنى يا سيادة القائد، لو دخلت مستقيم ده معناها ان انت لازم تعدي على حتة ضيقة مضيق، سهل جدا ان العدو يطلع من فوق المضيق دوت وينتصر علينا. ولكن جحطمس الثالث كان له رأي اخر، ايه؟ انه هيعمل مفاجأة لجيوش الاعداء، من ان الاعداء لا يمكن يفكروا ان جيش كبير زي الجيش المصري بقيادة جحطمس الثالث يخش في المضيق ده. ما تجيش، مش هيفكر كده. فهو خدعهم، والحرب خدعة، وبالتالي عدى على المضيق وواجه مجده الصعبة جدا وانتصر انتصار رهيب جدا اثر في تاريخ مصر. ولذلك كان من ضمن المعارك الكبيرة. القائد الاعلى امبراطوري المصري كان الملك، وولي العهد كان القائد العام للقوات المسلحة، وكان يقيم في مقر القيادة العامة في منف. يبقى إذا كل الكلمات اللي احنا بنتكلمها دلوقتي دي والرانكس والتايتل أو الرتب، في واحد اسمه شولمان عمل دراسة على عدد الرتب اللي كانت في الجيش المصري القديم، تخيل طلعوا كام؟ 63 لقب ورتبة عسكرية. جيش رعمسيس الثاني في معركة قادش، وهي معركة أخرى، كان مكون، بص المعركة دي أنا بقى بقارنها تملي في 6 اكتوبر في كثير من اجزائها. نعم. كان الجيش المصري مقسمه القائد بتاعه الى 4 فيالق، امون ورع وبتاح وسات، الاربع ارباب اسطوريين اللي سمى رمسيس الفيالق بتاعته باسمه، اسماء الالهه القديمه الارباب. ايوه، الارباب الاسطوريه القديمه. وكل فيلق مقسم لعدد من السرايا، كل سريه لها اسم خاص ولها علم بتعرف بيه. الفيلق بيتكون الجيش بتاع رمسيس الثاني من 5000 مقاتل، وده عدد كبير يا جماعه. ليه؟ لان انت بتتكلم على عدد النسمات او عدد الناس البشر اللي كانوا عايشين في مصر، كان ملايين قليله جدا في الاسره 19 في 1200 قبل الميلاد في الوقت بتاع معركه قادش والقائد رمسيس الثاني المقاتل. وكان العشرين كتيبة دي، كل كتيبة 250، كل سرية 50، يعني كله على بعضه بتتكلم في معركة رهيبة جدا. لدرجة ان معركة العجلات الحربية اللي كانت ما بين مصر وما بين قادش، الحيثيين وليس الحوثيين، كويس، الحيثيين، عجيبة جدا، لان العجلات الحربية من الاعداد ومن التوثيق العلماء قالوا ان هي كانت ما بين 5000 ل6000 عجلة حربية اشتركوا في معركة قادش. العدد ده يفكرك بايه؟ العجلة الحربية دي ايه؟ العجلة الحربية دي الدبابة، مركبة، بالضبط كده، بالضبط كده، المركبة. هذا يعني اختيار سليم للكلمة. وبما ان احنا كان عندنا اكبر عملية دبابات ومنازلة عسكرية للدبابات في العالم في معركة 6 اكتوبر العظيمة، فمن الممكن مقارنة القيادة المصرية لقيادة رمسيس الثاني والقيادة الحيثية بتاعة قادش للملك مواتالي الثاني اللي هو ملك الحيثيين. وتبص تلاقي من 5000 ل6000 عجلة حربية اشتركت في هذه المعركة، حاجة اغرب من الخيال. عشان كده كنت لازم انت كعسكري مصري قديم تلبس الدبن. الدبن هي الخوذة بالهيروغليفي. المصري القديم اخترع فكرة الخوذة، وكان في الجيش المصري في تايتل، في رتبة اسمها كفعو قن. اي حاجة قن لها دعوة بالشجاعة. عندنا ملك اسمه السيف قن رع صعاه الثاني، ده اللي استشهد في حروب الهكسوس الحجار خرطوط ملك مصر. فكفعو قن ده لما تيجي تترجم ركية للعربية تجد ان هي القناص الهمام. ده الجيش المصري كان عارف القناص كمان، كان هناك قنص. ايضا كان في الريكروتمنت، فكره التجنيد،
التجنيد في مصر القديمه تجنيد نظامي، بمعنى انه يعني ابن الاسره المصريه لابد ان هو يقضي مده في الجيش. ده حضرتك بتخش، ولكن تحملت الامر في نص قال 20 سنه سن التجنيد، وفي نصوص ثانيه تجاهلت سن التجنيد خالص. خلي بالك يا استاذ سامي ان ده مش موجود في كتير من دول العالم، يعني ان يبقى الريكروتمنت ده اللي حضرتك بتشير اليه او التجنيد الاجباري او الالزامي موجود في مصر من القدم. يعني بعض الناس اللي يقول لك الجيش المصري وش يعني اللي بعض يعني اصحاب النوايا السيئه اللي يطعنوا في الجيش المصري ما يعرفوش ان الجيش المصري ده هو ابن الاسره المصريه من قدم. شوف بقى ازاي، خد بالك الجندي المصري القديم كان يحترم يا استاذ، لن تصدقه كيف كان احترام الجندي المصري في الجيش. يعني مثلا اول ما يخش ياخد لقب نفر، شيل بقى الكثره يبقى نفر. شوف بقى الكلام، شوف الكلمه متواتره من فنفر يعني ايه؟ ليه انت بتاخد كلمه نفر لما بتخش الجيش المصري القديم؟ نفر معناها الناضج. معناها شوف احنا يعني بالتداول العامي اسأنا للكلمة، كلمة نفر اصبحت يعني كلمة ليست بالمعنى الذي ورثناه من الاصل. للأسف الشديد يا استاذ حازم نفر ده نفر، مع انه ان نفر دي معناها انه الشخص الذي نضج واكتمل. الناضج، خد عندك بقى المعنى الثاني لكلمة نفر الصالح. الله 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 الله، لما العسكري الجندي ياخذ رتبه الصالح. خد بقى المعنى الثالث الجميل. يبقى انت الشاب الجميل، هذا هو لقبك في الجيش اول ما تخش. ايضا نفر كمان لها معنى الطيب، وده يفكرني على طول بالكلمه الهيروغليفيه بتاعه القائد. القائد بالهيروغليفيه اسمه ساسو بالفاء زي كنسو كده، فاء دي كلمة قائد، وفي نفس الوقت مع حامي الفقراء. عجباني قوي دي، ان قائد الجيش يبقى حامي الفقراء في مصر القديمة. يعني صالح وطيب وجميل وحامي الفقراء، عمرك شفت الصفات اجمل من كده؟ نعم. اما بالنسبة لفيالق النخبة يا مصريين، ايوه في الجيش المصري كان في حاجة اسمها فيالق النخبة. فيالق النخبة دي كان اسمها قنبل. انت ما تحس تبقى واحد من القنبل دول بقى يا حاج، انا وانت وكلنا كل الشباب والرجالة. ليه؟ لان قنبل معناها الشجعان. طيب مين دول؟ دول الفيالق النخبة. يعني ايه؟ يعني يعمل در طول الوقت بالهيروغليف. يعني ايه در؟ يخضع الاعداء. يخضع الاعداء. عارف الكلام ده بيفكرني فيه معلق عسكري صهيوني كتب كتاب بعد 6 اكتوبر 73 العظيمة، وبالمناسبة صباح النصر دي اللي انا ابتديت معاك بيها يا استاذ حاتم سمعتها وانا عندي 11 سنة في اسكندرية، كانوا الناس يعدوا على والدي ويقولوا له صباح النصر يا دكتور. صباحك اجمل صباح. شوف انا فاكره من وانا عندي، انا 73 كان عندي 11 سنة. ودي اغنية جميلة لفايزة احمد، يا صباح النصر يا مصريين. دي انا ما كنتش عارفها. لا لا دي من عندنا احنا دي. على فكره احنا لو قعدنا نتكلم على الجيش المصري هنقعد نتكلم الى يوم القيامه، فانا بستاذنك نكتفي بهذا القدر ونكمل في الجلسه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ الاستاذ الكبير استاذ بسام الشماعه كاتب المصريات والاثر الكبير. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.